بس بس لحظة سؤال بس. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسل الميت من جهة مؤخرة القبر، أن يسل الميت من جهة مؤخرة القبر، وكان الذي ينزل في القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بسم الله وعلى ملة رسول الله، 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 بسم الله وعلى دخل دخل هل يكشف وجه الميت أو لا يكشف؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فإذا وضعتموني في اللحد فافضوا بخدي على التراب. يكشف الوجه ويوضع الخد على التراب. وقال بعضهم لا يكشف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بذلك، ونقول لهم وكذلك لم ينهى عن ذلك، ويبقى الأمر على الإباحة والأمر في ذلك واسع، ولا يعيب بعضنا على بعض. فإن كشف الميت يوضع في هذه الطريقة بهذه اللحد، ثم بعد ذلك يصفصف على الميت اللبن، إيبوا اللبن. لا إله إلا الله. لحظة شوي لحظة. هل تحل الأربطة عن الميت؟ هل تحل الأربطة عن الميت أو لا تحل؟ نعم تحل الأربطة وتفك، نفك جميع الأربطة. فك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر له. تحل جميع الأربطة عن الميت ويوسع على الميت الكفن، ويبقى بهذه الكيفية الوجه في اتجاه القبلة. بسم الله بسم الله. بسم الله هذا بسم الله. بسم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل قبره رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعله من رياض الجنة. اللحد وين عجيب؟ لا لحد لحد لا 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 يبحث الماء 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 لا حضر أيوه يلا سد ثقب سد. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم اجعله رياضا من رياض الجنة. اللهم ثبته وثقل وراجعه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اللهم عنا على القبر وما فيه. اللهم عنا على القبر وزلاته. ايوه الغيله ايوه ها ها يمنا يوم الغيله. بسم الله ها 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 لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر له. اللهم اغفر له. بالنسبه عندما يصفصف على الميت اللبن توضع عليه الحصى ثم يوضع عليه المدر حتى لا يكون له ويبقى في دار الحق عند الله جل وعلا، ويطبخ بهذه الطريقة. كلنا مصيرنا إلى هذا اليوم، كلنا إلى هذا الحق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مشاهدينا الكرام، بعد أن يلحد الميت في قبره ويصفصف عليه اللبن يهال عليه التراب بعد ذلك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرعنا يأمرنا بهذا. بسم الله. اللهم اللهم لا إله إلا الله. Thank you.
يا لا يا مشاهدينا الكرام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن مباشرة يعمر الحاضرين ويقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا موضوع السؤال. فلذلك أوصى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو من كبار الصحابة فقال: فإذا دفنتموني فامكثوا عند قبري على قدر ذبح الجذور وتقسيم لحمه. هدي النبي أن يكون القبر شبرا ولا يزيد عن شبر، وكذلك يكون له الشواهد. وكذلك من الأخطاء الشائعة الكبيرة أن لا يجلس على القبر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة الأسماء على القبور. فنحن نقول لمشاهدين الكرام في كل مكان أن يتقوا الله في موتاهم موت المسلمين، وأن يحسنوا إليهم كما أمر الله عز وجل، فلا يكتبوا أسماء على هذه القبور. ورحم الله قبرا لا يعرف صاحبه. وكذلك الحاضرين يدعون للميت، والأولى والأفضل أن يكون انفراديا، كل منهم يخلص للميت الدعاء ويدعو الله عز وجل له بالتثبيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح: إذا وضع العبد في قبره وصفصفوا عليه اللبن وهالوا عليه التراب، يقول الله: عبدي دفنوك وفي التراب وضعوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، فأنا وأنا الحي الذي لا يموت. فعندما يوضع اللبن على الميت ويصفصف عليه اللبن يسمع بكاء أهله وقرقعة نعاله، وهذا ثابت في البخاري. فلذلك هذا الوقت وقت السؤال، فبدعاء الحاضرين يثبت الله عز وجل الميت بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول للحاضرين بعد الدفن مباشرة: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فادعوا الله له بالسؤال والتثبيت. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه، اللهم عفو عنه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم بدر هدانا خيرا بدر، واهلا خيرا وزوجه خيرا زوج. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور، فسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين وعند خروج الاشهاد امنين. اللهم خرجهم من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه. اللهم ثبته بالثق الموازين، اللهم اجعل قبره رياضا من رياض الجنة، اللهم اجعله رياضا من رياض الجنة، اللهم اجعله رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تفتنا بعده، واغفر اللهم.